مساكم كل شيء حلو مثلكم يا رب. تبلش عاد فقرة العناية بالبشرة، العناية بالشعر، العناية بكل شيء، وهذا أحلى وقت إحنا نقعد فيه ونهتم ببشرتنا علشان نستقبل بعدها العيد ببشرة فرش وحلوة ونظرة. علشان كذي اليوم أنا راح أعرفكم على بوكس أم أسام البست سيلر 1. كلكم تعرفون هذا البراند وش كثر حقق نجاح كبير بالفترة الأخيرة، لكن اللي سووه إن جمعوا لكم 4 منتجات من أهم منتجاتهم وأنجحهم على مدار السنين ببوكس واحد. يلا نبلش نشوف المنتجات مع بعض ونجربها. المنتج الأول اللي بنسولف عنه اليوم هو التونيك. لا تستهينون بأهمية التونيك حق البشرة بشكل يومي، بالذات اللي يعانون من الرؤوس السوداء. ينظف المسامات تنظيف عميق بعد الغسول، فلما تكون بشرتكم نظيفة ترجون الغسول وتحطونه على القطنة بهالطريقة، أوكي، وبعدها ننظف البشرة كلها بالتونيك. راح تلاحظون أن البشرة تتنظف تنظيف عميق، بالذات منطقة الأنف. الأنف يتنظف كله والمسامات مع الوقت راح تصغر. بعد ما نظفنا البشرة وتأكدنا أنها نظيفة 100%، راح ناخذ الماسك اللي هو ماسك الريزفيرترول. هذا من أقوى الماسكات اللي حققت نجاح كبير السنوات اللي طافت، من كثر ما أنه أفكته فوري على البشرة. اللي يعانون من بيجمنتيشن في البشرة، آثار حبوب، بالذات اللي يعانون من بشرة مجهدة، هذا الماسك وايد ممتاز لأنه يكافح الشيخوخة، يكافح إجهاد البشرة ويرجع رونقها ونظارتها من أول استخدام. نخلي الماسك على البشرة من 10 إلى 15 دقيقة وبعدين بقطنة نظيفة نشيل الزايد. أما إذا عندك عناية بتكملينها، خليها 25 دقيقة وبعدها تغسلين البشرة وتكملين عنايتك. بعد ما البشرة امتصت جزء كبير من فوائد الماسك وخليتها وقت حلو، أخذ قطنة فيها ماي وأشيل الزايد من الماسك. وانتوا قاعد تشيلونه راح تحسون ان البشرة صار فيها جلو، صار فيها رونق، صار فيها حياة. الخطوة اللي وراها طبعا راح نغذي البشرة بكورس مكثف او بأمبولة مكثفة فيها خلاصة الخلايا الجذعية اللي هي الريزفيرترول بريميوم انتي 50 من ام اسام. كورس عبارة عن كورس لأسبوع كامل، كل أمبولة تستخدمونها بالليل تكون عبارة عن خلاصة الخلايا الجذعية المدموجة مع خلاصة بذور العنب. لازم نرج الأمبولة عدل، بعدها نكسرها بهالطريقة، ناخذ السيروم بهالطريقة ونوزعه على البشرة. بعد ما البشرة امتصت الأمبولة بالكامل، احنا لازم شو نسوي؟ لأن هذا تريتمنت ليلي، لازم نكفل الترطيب هذا والتغذية هذه مرطب بالخطوة الأخيرة. راح نستخدم آخر منتج موجود معانا في البوكس اللي هو الهايلورون سيرم. هذا من المرطبات اللي أنا وايد أحبها، بالذات قبل الميك اب وحتى كعناية نهارية وليلية، لأنه غني بالهايلورونيك أسيد، بلس يعطي جلو وايد واضح ويعبي البشرة بالماء. راح ناخذ 1 بامب ونوزعه على البشرة. Thank you.
كذي نكون خلصنا عناية ليلية عميقة جدا للبشرة. راح تقومين ثاني يوم تشوفين الجلو والبشرة تكون صافية ومنتعشة. كل الأشياء اللي استخدمتها هي البست سيلرز من براند ام اس ام، وكلها صارت موجودة في بوكس واحد. هذا هو البوكس ام اس ام بست سيلر 1، في أهم منتجات ام اس ام موجود حصري فقط في بوتيكات.